هاي الحديقة، سارة يم محطة قار سامسون، اسمها سبور باركي. حديقة هادئة وكبيرة وحلوة، فيها مكان قعدات. سارة يم حديقة الحيوانات، بس اليوم مسدودة حديقة الحيوانات. مكان هادئ، صاير يم محطة قار الترامفاي. هاي أوراق الشجر بدأ الخريف بتساقط، ملعب ما سلة. طبعا الجو اليوم كلش حلو، مطر. شوف كان هذا حلو. طبعا هذا من الساحل، هذا الممر بارك، منظر رائع. التلفزيونة لحقتني ما تمشي وراي. هنا الحيوانات كلها شريفة، لأن مو معوديهم على الكتل والضرب. تعال تعال، هذا اللي قدام مول غيازة، قريب مول كبير. هذا يعني تقريبا نهاية البارك هنا، الساحل اللي بصف البارك. اليوم الهواء عالي، الموج عالي، والبحر هايج. طبعا هذا هنا الميناء مال تحميل البضائع. هاي شوف السفن في البحر، اتفرج عليها. هاي السفن، هذا زون. هنا شو تسوي؟ شو تسوي هنا؟ تعال تعال كتلت، تعال. عالي، جو طيب، مطر كانت درجة حرارة معتدلة تقريبا، يعني 24 23. جو كلش حلو.
طبعا هذا اكبر مول سامسون، مول الجهاز اسمه، كل الماركات فيه، المطاعم، والله شبير حلو.